مفاجأة صادمة للجميع، الفنانة إلهام علي بتعلن خطبتها على شخص غير معروف في الإعلام ولا وسائل التواصل الاجتماعي. تابعوا معنا التفاصيل. صدمت الفنانة إلهام علي جماهيرها بخبر مفاجئ وهو خطبتها خلال الساعات الماضية عبر حسابها الرسمي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي. اعتراف جدا مميز في لايف انستغرام عبد الله طليحي. الهام علي كل الناس على بعض مو متزوجه، الهام علي اليوم معاي على اللايف قاعد اقول لكم انها هي متزوجه وطلعت لكم الشبكه اللي كانت بدين. الف مبروك، انا والله ما ادري بقول لك شيء يا عبد الله، يمكن الناس لانها بتسال ليش ما اعلنتي ليش ما تكلمتي. ما ينفع مع النظاره هذه، ما ينفع ما ينفع مع شوي الاستقرار وبعير اسوي لك جو ما لك شغل زين. بس زين يعني معناته الشخص اللي انت خدتيه عن حب؟ اي طبعا حبيت، لان حسيته شخصيه يعني مشابه الى الهام، بس رجل في افكار وفي معتقدات وفي الاشياء هذه، شفت مرايه تعكسني يعني. فان شاء الله يا رب الله يوفقهم. الله يوفقك. اختيارات المراه في هذا الوقت، اختيارات المراه في والغريب ان احد متابعي الفنانه الهام علي طلب منها الزواج لتصدمه الاخيره بانها بالفعل مخطوبه، وهي اول مره تعلن الهام علي خبر خطبتها. وقامت إلهام علي ببث مباشر على تطبيق موقع الصور وتبادل الفيديوهات انستغرام، استضافها خلاله الإعلامي عبد الله الطليحي، لتفاجئ الفنانة السعودية إلهام علي جمهورها بإعلان خبر خطوبتها للمرة الأولى. ومن الواضح أن خطيب الفنانة السعودية إلهام علي ليس من المشاهير أو من الفنانين، وليس هو من أصحاب الملايين. قامت الفنانة إلهام علي برفع يديها وفي يديها خاتم الخطوبة لتعلن أنها مرتبطة بالفعل. أكدت الفنانة إلهام علي أنها ارتبطت بشخص مشابه لها في أفكارها ومعتقداتها، كأنه مرآة عاكسة لها. وقالت إلهام: تفكير بعض الشباب في الوقت الحالي في المرأة مثالية الشكل ومواصفات معينة، كما إن المرأة أصبحت تفكيرها في مادية الرجل، ولا نستطيع أن نلوم الطرفين لأن هذه المتطلبات أصبح متعارف عليها بين الطرفين، أي إن الرجل يبحث عن الشكل المثالي مقابل أن يؤمن للمرأة حياة مليئة بالرفاهية. إلهام علي عملت سابقا كمذيعة وقدمت برنامج مكسرات على القناة الأولى السعودية. إلهام علي هي ممثلة في المملكة العربية السعودية وتعيش في البحرين، وتبلغ من العمر 34 عام، حيث ولدت في 31 أغسطس من عام 1985. أنهت دراستها الثانوية في السعودية وكانت تشارك في المسرح وهي طفلة صغيرة، وكانت تهوي الفن. اعترفت إلهام علي أنها لم تحقق نجاح كمذيعة لأن البرامج الصباحية تحتاج لمذيعة راكزة وهي شخصية عفوية. انتشرت الأقاويل عن إلهام علي أنها تم طردها من السعودية، وهو ما جعلها تعيش في البحرين بشكل دائم، وهذا الأمر أثار غضبها. وفي فيديو لها قالت أنها شائعة وليست مضطرة للرد على هذا الكلام.